الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أنت منذر، صدق الله العلي العظيم. الماء على مر العصور له قيمة كبيرة في حياة البشر، خصوصا في الصحراء، في زماننا هذا مع وفور الماء. مع الأجهزة الضخمة لتحلية الماء، مع سهولة الحصول على الماء بالنسبة إلى كثير من البشر، مع رخص الماء في كثير من البلاد، اليوم مع هذه الأمور الماء في الصحراء له قيمة، مع أنه ربما الكثير يتمكن إن لم يشتري الماء في الصحراء، هو عطشان يتحمل العطش ساعة ساعتين، يركب سيارة مثلا يذهب إلى مدينة من المدن يحصل على الماء، بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات يحصل على الماء. في هذا الزمن مع هذه الظروف الماء في الصحراء له قيمة، يشترى بأضعاف مضاعفة لقيمته في المدن، وربما البعض لا يبيع لعله يحتاج في الصحراء. في هذا الزمن هكذا في العصور السابقة الماء في الصحراء كان يشترى بثمن باهظ جدا، في الصحراء إذا شخص عطشان ولا يشتري الماء ربما يحتاج إلى مسافة يوم كامل إلى ساعات طويلة. المركوب يتعب ويعطش وربما أحيانا يهلك أو يتعطل عن المسير، حياة الشخص تكون في خطر إذا لم يشتري الماء بثمن باهظ في الصحراء. في مثل هذا الظرف وصل جيش الحر إلى الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في صحراء، في منطقة لا يوجد فيها الماء نهائيا. اقرأوا كتب التاريخ، كتبوا أنه في تلك المنطقة لم ترى نخلة واحدة. تعلمون أرض العراق في ذاك الزمن كانت مليئة بالنخيل، هذه الكلمة تدل على أنه إلى مسافة بعيدة ما كان يوجد الماء شيء، لا يوجد شيء من الماء. والجيش وصل متعبا قد أضر به العطش، 1000 فارس تقريبا، هذا الجيش أساسا المظهر له مع قطع النظر عن المستقبل
الجيش أساسا هذا جاء لإيذاء الإمام الحسين، للإضرار بسيد الشهداء، لحبس الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عن المسير. تقييد حرية، يعني أقل ما يقال فيه أنه تقييد حرية. أنا أريد أن أسير في هذه الأرض، فرضا منعتوني أن أذهب إلى الكوفة، لا أذهب إلى الكوفة. أساسا هذا الجيش جاء للإضرار بسيد الشهداء، لإيذاء سيد الشهداء، لمنع سيد الشهداء من أبسط حقوقه الطبيعية العقلائية الشرعية. ناهيك عما كان يعلم الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أن نفس هؤلاء سيشتركون في قتله بعد أيام قلائل. هذه القضية كانت إما في بداية محرم أو في أواخر ذي الحجة. يعني هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يعلم أنه بعد أيام، لا بعد سنوات، بعد أيام سيقتلون هؤلاء، سيشترك كثير منهم في قتله. الحر اهتدى، تاب، لعله شخص، شخصان، ثلاثة معه تابوا، الجيش، بقية الجيش اشتركوا في قتل سيد الشهداء صلوات الله عليه. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنهم سيشتركون في قتل أحب أصحابه وأقربائه. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن هؤلاء سيشتركون في أسر أهل بيته. بكل الأعراف، بكل القوانين، بكل الشرائع، عند جميع العقلاء، لو أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان يقاتلهم، كان يقاتلهم، كان من حقه. بكل الأعراف، عند جميع البشر، جيش جاء للإضرار به، ناهيك عما كان يعلم الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام مما سيفعلون. وفي جيش الإمام شخص واحد كان يتمكن أن ينسف جيش الحر، العباس عليه السلام. العباس عليه السلام في شدة عطشه خلال دقائق كشف 4000 مقاتل في قوتهم، لا في حالة العطش للجيش ذاك. هو في شدة عطشه كشف 4000 مقاتل. هذا الجيش، جيش الحر، الآن متعب، مرهق، أضر به العطش، أصلا لا يتمكن أن يقاتل مقاتل عادية، 1000 فارس. العباس عليه السلام كان كافيا أن ينسف ذلك الجيش، ناهيك عن أنه كان مع سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام آنذاك قطعا أكثر من 1000 مقاتل في ذلك الوقت، وكان من حقه أن يقاتله، من حقه عند جميع البشر. لا، أبا سيد الشهداء أن يقاتلهم. خب يا أبا عبد الله، سيدي لا تريد أن تبدأ بقتال، لا تريد أن تقاتلهم، اتركهم، هم بعد ساعات أكثرهم يموت أصلا من العطش، في هذه الصحراء لا توجد، لا يوجد ماء، اتركهم ليموت من يموت، ليشرد من يشرد، يذهب إلى الماء ليحصل على الماء. وما كان جيش الحر يتوقع أن يسقيه الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام الماء، مو معقول الإمام يسقيهم شيء ماء، هؤلاء أعداء، والماء أساسا شيء ثمين في الصحراء آنذاك. الصديق لا يعطي لصديقه ماء في الصحراء آنذاك، فكيف عدو لعدوه؟ اتركهم، لا تريد أن تقاتلهم، اتركهم. سيد الشهداء لا يقبل هذا المنطق، لا بأس سيدي أبا عبد الله، اسقي الرجال الفرسان شيئا من الماء، الخيول لتذهب لتموت، حيوانات، وأحسن حيوانات تستخدم ضدك، هؤلاء هذه حيوانات أساسا، تموت، تهلك، تشرد، أيا كان، الجيش يبقى جيش الحر يبقى بدون خيول، أحسن، جيش ضعيف، والحيوانات تموت، ليس شيئا سيئا لتموت الحيوانات. لا، لا يقبل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بذلك، لا بأس، خب ما يخالف،
تريد أن تسقيهم، اسقهم شيئا من الماء بمقدار أن لا يموتوا. هؤلاء الرجال الفرسان وهذه الخيول. أيضا أبى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام عن ذلك، واسقوهم إلى حد الارتواء. هذا نص عبارة الإمام صلوات الله عليه، قال لمن حوله، قال لهم اسقوا القوم وأروهم من الماء يرتووا. خلاص؟ لا، ورشفوا الخيل ترشيفا. الله الله، تعرف يعني ماذا رشف الخيل ترشيفا؟ الحيوانات ليست مثل البشر، الناس لا يهتمون بالحيوانات كما يهتمون بالبشر. حيوان عطشان أجلكم الله يصب على فمه شيء من الماء، لا. الترشيف أن تأخذ الماء بحيث الحيوان يمتص الماء بشفاهه، يعني يشرب الماء بهناء، هذا يقال له ترشيف. لا تصب على أفواه الماء، لا، اجعلوا الماء في أواني حتى الخيل تشرب بارتياح، تتهنأ الخيل من شرب الماء إلى أن إلى أن ترتوي. هذا يسمى ترشيفا. بالله عليكم أية إنسانية هذه؟ جيش عدوه كلهم أعداء لسيد الشهداء إلا واحد اثنين بعدين اهتدوا، كلهم أعداء سيد الشهداء. هذه إنسانية عادية؟ لا. هذه إنسانية عالية؟ لا. هذه إنسانية في أعلى درجات الإنسانية؟ لا. هذا إعجاز في الإنسانية، إعجاز. إخواني، من زمن آدم إلى يومنا هذا آلاف السنوات، ملايين من العظماء كانوا في تاريخ البشر، ملايين من الأنبياء والأوصياء والعظماء والعباقرة والشخصيات التي تحمل إنسانية كبيرة في كل تاريخ البشر، في كل تاريخ البشر، التاريخ الضعيف والقوي، تجدون نموذجا ثانيا لهذا التصرف؟ نموذج ثاني في كل تاريخ العظماء من البشر، في تاريخ الأنبياء، في تاريخ الأوصياء، عندك نموذج ثاني؟ جيش يريد أن يقاتل الشخص وهو يعلم أنه سيقتله بالفعل بعد أيام، هكذا يصنع به؟ موجود هذا في تاريخ البشر؟ موجود؟ اعتني. عندما أقول إعجاز في الإنسانية، إعجاز، إعجاز في الإنسانية لا نظير له، هذا الموقف لا نظير له في تاريخ البشر كله. لا، أصلا أعلى من الإعجاز في الإنسانية. بعض الأنبياء كانوا في درجات عالية جدا جدا من الإنسانية، يعني في درجات إعجازية من الإنسانية في تاريخ أولئك الأنبياء، استثنوا رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم جميعا. في تاريخ أولئك الأنبياء عندكم، أولئك الأنبياء كانوا يحملون إنسانية بدرجة إعجاز في الإنسانية، تجدون مثل هذا الموقف؟ اعتني، اعتني بموقف شبيه لهذا الموقف. وهذه القضية تعلمون ما نقلها فقط الشيعة في تاريخ عاشوراء، الذين كتبوا في قضية عاشوراء حتى تا النواصب ذكروا هذه القضية، هذه القضية لعلها من مسلمات قضية عاشوراء، قضية الحر وسقي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لجيش الحر، حتى النواصب كتبوها، يعني قضية مسلمة. هكذا إمام، أليس من الظلم؟ لا
أقول الظلم للإمام، الظلم للبشرية، أن يبقى هذا الإمام لا تعرفه البشرية، هذا ليس ظلما للبشرية؟ اليوم طبعا على مر القرون دائما إلى الأسوأ البشر، في الصفات في الأخلاقيات إلى الأسوأ. اليوم الذي انتشرت اللا إنسانية أيما انتشار، بمجرد منعطف صغير يتبين ذلك الوجه القبيح اللا إنساني في حياة البشر، في القضايا العادية منعطف تتبين إلا إنسانية في البشر. البشر الذي يعاني من هذه المشكلة، أليس من المؤسف أن مثل هذه النماذج لا يعرفها البشر؟ مثل هذه الأعمال الإنسانية طبعا تؤثر، الإنسان عندما يسمع يتأثر، مع قطع النظر عن أنهم يأتمون بهذا الإمام أو لا يأتمون. هكذا قضايا إنسانية، هذه الشخصية التي بهذه الدرجة من الإنسانية، البشر لا يعرفها، لا يعرف هذه القضايا، لا يعرف هذه الشخصية. هذا ليس ظلما على البشر، ليس مؤسفا في حياة البشر اللا إنساني. مثل هذه القضايا تبقى عندي وعندك، أنا أعرفها وأنت تعرفها، وفي بطون الكتب أكثر البشر لا يعرفون هكذا قضايا. قضية الحر، كم من نسبة البشر الذين يعرفون قضية الحر؟ حتما أقل من 10%. ما الذي أريد أن أقول إخواني؟ في كل بلد من بلاد العالم آلاف، عشرات الآلاف من البرامج الحسينية موجودة، في البلاد الصغيرة عشرات الآلاف من البرامج الحسينية، من مجالس، من إطعام، من ساقي، من أعمال حسينية أخرى. القضايا التي تشير إلى هكذا إمام فريد، فريد فريد في تاريخ البشر، هذا موقف من مواقفه الفريدة وما أكثرها. آلاف من البرامج الحسينية موجودة تشير إلى هكذا شخصية. هذه الآلاف من البرامج التي يقوم بها المؤمنون، العالم لا يعرف عن هذه البرامج شيئا، جارك يعرف عنك، العالم لا يعرف. في النت لا يوجد مجلسك الحسيني الذي أقمته في دارك أصلا، لا أثر له في النت، الناس لا يعرفون أنك أقمت مجلسا حسينيا، أنك عظمت سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أنك بكيت على سيد الشهداء، أنك لطمت على سيد الشهداء، أنك أطعمت على سيد على حب سيد الشهداء، العالم لا يعرف. هذا ظلم للعالم، ظلم للبشر، عندما أنت لا تنشر هكذا قضايا. هذه الشخصية تبقى محدودة في حدود، الذي يريد أن يبحث عن سيد الشهداء يبحث، الذي لا يبحث لا يعرف أنك أصلا أقمت شيئا. لماذا هذه القضايا تبقى حكرا سجين بيننا، فقط نحن نعرف أنك أقمت عملا حسينيا؟ لماذا؟ كثير منا يقول أنا عملي الحسيني عمل متواضع، أكتب شيئا عن، أسوي إحصائية عن عمل صغير، إطعام مختصر، مجلس مختصر، حضر هو 10 أشخاص، أطعمت كم شخص، لطمت كم لطمة على صدري، بكيت كم قطرة دمع على سيد الشهداء. لا تسوى هذه القضايا أن نذكرها، نجعل إحصائية، مقاطع فيديو، صور، لا تسوى. بالنسبة إلى عظمة السيد الشهداء، كل شيء لا شيء، لا يسوى شيئا أصلا بالنسبة لعظمته، بالنسبة لحقه علينا كل ما نعمل صفر، ولكن بالنسبة للعالم هذه بركة، هذه فوائد كبيرة. أنا الجاهل أعرف عشرات، رغم جهلي أعرف عشرات من الفوائد لهذا العمل. عندما تنشر شيئا، مجلس حسيني أقمته 10 أشخاص حضروا، اكتب إحصائية سجله في النت، صور صورتين اجعله في النت، مقطع فيديو اجعله في النت. أنا بجهلي، رغم جهلي، أعرف عشرات الفوائد لهذا العمل.
إحداها الذي كلنا نعتقد به، البركة، بركة اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أي شيء آخر ما كان البركة موجودة أم لا؟ كلنا نعتقد ببركة اسم سيد الشهداء. هذا أقل شيء، أقل شيء يعني قصدي أنه الشيء الذي نعتقد به جميعا، ناهيك عن فوائد أخرى كثير، فوائد كثيرة فيه. الأمور التي سجلت أشياء حسنة أشياء تافهة بقيت في النت، ماذا يوجد؟ 90% أو أكثر من 90% توافه. القضايا العلمية، القضايا المفيدة قليلة، أقل من 10%. أكثر ما يوجد في النت توافه، من صور تافهة، من فيديوهات تافهة، من أخبار تافهة، من معلومات هي ليست معلومات، هي حقيقة جهل مركب. الشيء الذي تجعله مفيد، نبقى قضايا مهمة كبيرة صغيرة سنوات طويلة لا يعرفها إلا نحن، أنا وأنت، كم شخص من أصدقائي، كم القضايا الجميلة الرائعة موجودة. عندما لا يكون في النت إلا التافه، الناس ماذا يصنعون؟ يذهبون إلى التوافه. عندما يكون في النت تافه ومفيد، على الأقل شاطر من الناس يستفيدون من هذا المفيد، هذا المفيد يأخذ من وقتهم بدل أن يذهبوا إلى التوافه. هذا أقل شيء، أقل شيء. كم من الأشياء المفيدة نعرفها، كم من الأشياء الجميلة التي نعرفها في هذه الليالي، ليالي عاشوراء، العشرة العاشورائية في هذه السنة. قبل أيام في ليلة من الليالي ذهبنا إلى مكان يطبخون الهريس باسم أبي الفضل العباس عليه السلام، وهؤلاء يطبخون الهريس في ليلة من الليالي في أيام عاشوراء منذ 140 سنة. قصة هذا الهريس ما هي؟ قصة هذا الهريس أن جد هؤلاء كان طفلا صغيرا دون العاشرة من عمره، ابتلي بمرض في تلك الأيام، هذه الأمراض كثيرة كانت، ابتلي بمرض، شيئا فشيئا تبين أن هذا المرض معدي ومرض قتال. طبعا وضعه الجسماني كان جدا سيء، والناس حتى أقرب الناس إليه ما كانوا يتمكنون أن يقتربوا منه لأن المرض كان معديا. فحسب التعبير أو لعله واقع هكذا، تركوه على البحر هنا لأنه أيام ويموت فلا يعدي غيره. أمه، أم هذا الطفل، نذرت أنه إذا شفي ابنها من هذا المرض القتال المعدي ويحسبون له أياما متى يموت. اليوم مات؟ لا، غدا ينتظرون خبر موته. أمه نذرت أنه إذا شفي، طبعا بإمكانياتهم البسيطة البسيطة جدا، أن تطبخ هريسا باسم أبي الفضل عليه السلام. في الليل الطفل رأى في عالم الرؤيا رجلا عرف نفسه بأنه أبو الفضل العباس عليه السلام وقال له إنك شفيت. اللهم صل على محمد. انتبه من النوم، لا يجد أي أثر على جسمه ولا الحالات التي كان يعاني منها. أمه في تلك السنة طبخت شيئا قليلا من الهريس بإمكانياتهم الضعيفة، حتى بدون لحم كما يقولون، فالهريس عادي مختصر لكم شخص وفاء لنذرها. في السنة التالية طبخت أكثر، طبخت أكثر. هذا الطفل الذي كاد أن يموت كان على حسب تعبيرنا فراش الموت على البحر كما يقولون، عمر كما قالوا، عمر أكثر من 130 سنة. اللهم صل على محمد. واستمر طبخ هذا الهريس في أولاده والآن في أحفاده. هذه قضية، كم هي طريفة هذه القضية، كم هي جميلة. طبعا مثل هذه القضية عن
بركات أبي الفضل عن بركات سيد الشهداء ومن حوله بالملايين. ولكن هذه القضية ألا تستحق أن تسجل في النت بدل التوافه الموجودة في النت؟ هذه القضية أليست مفيدة؟ يعني يلزم أن أعرفها أنا وكم شخص؟ أنا أيضا ما كنت أعرف في هذه السنة، نقلوا لي، هم فقط يعرفون. أليس من المؤسف هذا الشيء؟ فقط هي العائلة وكم شخص آخر من حولهم يعرفون القضية. هاي قضية كم هي جميلة، كم هي مؤثرة، آثار نفسية، ناهيك عن الآثار الروحية، ناهيك عن الانجذاب لأمثال أبي الفضل عليه السلام. فوائدها كثيرة، هذه تبقى هنا. والتوافه ملأت. إخواني كم قضية تافهة قرأتم رأيتم في النت قبل أيام، لعله أقل من شهر، في إحدى المواقع الإخبارية العالمية. أنا قرأت موقع إخباري عالمي طبعا باللغة العربية، لهذا الموقع، الموقع له لغات، خبر في الصفحة الرئيسية مع مقطع فيديو في الصفحة الرئيسية لموقع إخباري عالمي. الخبر ما هو؟ هذا الخبر، هذا نصه تقريبا، مقطع فيديو لطيف جدا لعراك بين سمكتين في مياه خليج العقبة. هذا عنوان الخبر في الصفحة الرئيسية، مقطع لطيف لعراك بين سمكتين في مياه خليج العقبة. أصلا خليج العقبة أين؟ اسألوا، لعله أكثر من 90% من الناس لا يعرفون أين خليج العقبة. خليج العقبة ما هو؟ أصلا لا يهتمون بكل خليج العقبة كله. أنا لأني أحب الجغرافيا أعرف أين خليج العقبة. اسألوا، اسألوا من 100 شخص لعله 90 منهم أصلا لا يعرفون أين خليج العقبة ولا يهتمون بكل خليج العقبة. ناهيك عن سمكتين من بين مليارات الأسماك في خليج العقبة، ناهيك عن أنه عراك حصل بين سمكتين. يعني تفاهة إلى هذا الحد. أنا بالتجربة السابقة التي عندي أعرف أن هذه أمور تافهة نهائيا كليا، مع ذلك، مع أني أعرف يقينا، ولكن عندما أريد أن أنقل لأكون على بصيرة لأني رأيت، دخلت على الرابط. أين اللطف في هذا المقطع؟ أريد أن أرى شيئا لطيفا، هذا المقطع اللطيف، هذا المقطع الجذاب الجميل. أبد، سمكتان، عراك عادي. يعني أنت خذ سمكتين، خذ أسماكا، اجعلها في بيتك، في اليوم 20 مرة ترى عراك بينها. يعني هذا مقطع أصلاً جذاب؟ لا. لطيف؟ لا. جميل؟ لا. ما الذي يوجد في هذا المقطع؟ وفي خليج العقبة، هنا خليج العقبة، اسألوا. يعني منتهى التفاهة. يعني هذا المقطع فقط وفقط، طبعاً كتب تفاصيل هذا المقطع في أي يوم، لعله كان كاتب في النهار أو في الليل، هذا المقطع كان ما أدري كذا، تفاصيل تفاصيل. وأنا عندما كنت أصور هذا المقطع كنت أضحك، تفاصيل صفحتين 3 صفحات مع هذا المقطع. يعني هذا المقطع فقط وفقط نفعه الوحيد إتلاف عمرك، غير هذا لا توجد أي فائدة لهذا المقطع. هذا المقطع يجعل في موقع إخباري عالمي في الصفحة الرئيسية، هكذا تفاعل. وأنت عندك شيء جميل رائع مبارك عن سيد الشهداء، مجلس حسيني أقمته، خدمة حسينية، بعض الشباب عندهم تصوير، يصور هذا المجلس، يصور هذا المكان، هذه الصور الجميلة المريحة النابعة عن إنسانية، النابعة عن ارتباط بشخصية عظيمة، هذا تستحي؟ لا، هذا ما هي فائدته؟ ها،
هم يجعلون عراق سمكتين. يا ريت الأسماك كانت أسماك جميلة. طبعا كل خلق الله جميل، ولكن المظهر الخارجي للأسماك أسماك جدا جدا عادية. يعني حتى السمك ما كان جميل. عراق بين سمكتين، هذا الشيء الذي يحصل بالمليارات في كل ساعة، في كل ساعة لا أقول في كل يوم. هو لا يستحي أن يجعل هكذا شيء. وفي صفحة رئيسية في موقع أخبار عالمي، يا أخي اكتب إحصائية عن مجلسك الجميل، 10 حضروا، 5 حضروا، أنت وأهلك، صور، اكتب إحصائية، سجل. كلنا تقريبا وكلنا تحقيقا نعرف هذا الحديث الشريف، إن الحسين مصباح وهدى وسفينة نجاة. هذان العنوانان مشككان، يعني لهما درجات، مصباح هدى نور. اللهم صل على محمد وعلى محمد. النور له درجات. شخص يستفيد من نور سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام استفادة شمعة، شخص يستفيد استفادة شمس. النور درجات. سفينة نجاة مشكك، هذا العنوان مشكك، يعني درجات. يعني شخص ينجو من نار جهنم إلى الجنة بسفينة نجاة الحسين، شخص قد نجا بسفينة نجاة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من النار ينجو من أهوال يوم القيامة، شخص نجا من ذلك ينجو من الجهل في الدنيا. يا أخي سفينة نجاة هذه درجات. أنت اجعل شيئا من هذا في النت، في مكان، سجل أي شيء صغيرا في عيوننا أم كبيرا له فائدة. الله عز وجل يقول لرسوله سيد الأولين والآخرين إنما أنت منذر، أنت أنذر، أنت وصل، أنت وصل. يا أخي وصل، عندك مجد، عندك أي شيء، أي عمل حسيني، أي شيء. عندك هواية تصوير الصور اجعلها في هذا المكان، في ذلك المقطع، في ذلك الموقع. عندك ويب سايت اجعل في الويب سايت، ما عندك اجعل في مواقع التواصل الاجتماعي، ما عندك اجعل في اليوتيوب، اجعل في هذه الأماكن. هذا شيء مبارك ويؤثر. كثرة أمثال مجلسي موجود على النت بالآلاف بالملايين، فليكن زيادة بركة. يعني أمثال تلك التوافه ما موجودة في النت، هذا شيء مفيد رائع جميل. حتى لو كان في عيوننا صغيرة، سيد الشهداء مصباح هدى، سيد الشهداء سفينة نجاة، هو سفينة نجاة. أوصل الناس إلى هاي السفينة بمقدارك، تتمكن أن توصل بصورة شخصا واحدا توجهه إلى سيد الشهداء. كافي، أنقذت شخصا واحدا في سفينة النجاة، أركبته، نورت حياة شخص واحد بمقدار شمعة، لا أقول بمقدار شمس، قدرتك أن تأخذ من نور سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بمقدار شمعة، لا بأس، أنا أرتى ظلمة بمقدار شمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة سيد الشهداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بنور الحسين. اللهم زد في قلوبنا حب الحسين وحب زيارته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، في الدنيا والآخرة شفاعة الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.
العميد.